بحكم التاريخ وعمق الجغرافيا، كانت مصر حاضرة منذ اللحظة الأولى في الأزمة التي شهدها السودان الجريح نتيجة الاشتباكات التي شهدتها البلاد بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع. أزمة جاءت على الأخضر الذي لطالما عرفت به الخرطوم كسلة غذاء للعرب، وأخرى جاءت على اليابس الذي كتب له الشعراء أبياتاً في حب هذا البلد الطيب. ومنذ اندلاع الأزمة السودانية منتصف إبريل عام 2023، تواصلت مصر مع طرفي الأزمة السودانية لوضع رؤية لحل الأزمة تتضمن التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار وعدم السماح بالتدخلات الخارجية في البلاد، والحفاظ على مؤسسات الدولة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للمناطق المتضررة نتيجة الاشتباكات. ولأن استقرار السودان يعد أحد أهم مرتكزات الأمن القومي المصري، اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عدة مرات مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني لبحث سبل إنهاء الأزمة، كما طالب الرئيس المصري في عدة مناسبات طرفي الأزمة بتغليب لغة الحوار والتوافق الوطني وإعلاء المصالح العليا للشعب السوداني والحيلولة دون الدخول في نفق الحرب الأهلية المظلم. كما احتضنت القاهرة قمة دول جوار السودان في 13 من يوليو عام 2023، وذلك لبحث سبل إنهاء الصراع وحقن دماء الشعب والحفاظ على مقدرات الدولة السودانية. كما عقد في سبتمبر عام 2023 الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول جوار السودان بمقر البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك لبحث سبل إنهاء الأزمة. الجهود المصرية لحل الأزمة السودانية شملت أيضاً استضافة القاهرة مؤتمر القضايا الإنسانية في السودان في نوفمبر عام 2023 بحضور أكثر من 400 مشارك ممثلين عن قطاع كبير من منظمات المجتمع السوداني لبحث الأزمة، وهو الاجتماع الذي عقد بعد أيام فقط من اجتماعات ائتلاف قوى الحرية والتغيير في السودان التي أقيمت في القاهرة وجرى خلالها التوافق على الدعوة إلى توسيع مظلة القوى الداعمة لإيقاف الحرب في السودان. من الروابط التاريخية إلى الحدود الإنسانية، تتحرك مصر لاحتواء الأزمة السودانية حتى لا تدخل في نفق مظلم، تحرك نابع من سياسة مصر الثابتة الداعمة للسودان أرضاً وشعباً ولوقف حمام الدماء الذي يدفع ثمنه السودانيون نتيجة الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع.